رعاية المجلس الأعلى للشباب والرياضة بتمويل من قائد المنطقة زاهي سعادة حفظ الله ورعاه أبو سلام. طبعا احنا عندنا 5 زوايا، الصحة والدراما والمسرح والفنون. نحن المعسكر بلش ب 12 شهر ل 22 شهر 10 ايام مدته. عدد المشاركين تقريبا 80 طفل تتراوح اعمارهم من 12 ل 16 سنة. ونشكر سيادة اللواء جبريل رجوب طبعا اللي قائم على هذا العمل الرائع لضم جميع ابناء المخيمات المحافظات لحصرهم في مخيم صيفي لصقل مواهبهم وثقتهم بنفسهم وتعزيز مكانتهم ودورهم وثبوت دورهم في المجتمع وخصوصا ابناء المخيم. ونشكر طبعا المحافظ عصام اللواء عصام ابو بكر حفظ الله ورعاه اللي داعم هذه المعسكرات وزيارته لهذه المعسكرات وتجديده لهذه المعسكرات.